يعرف إنفلونزا الخنازير أو H1N1 بأنه مرض تنفسي حاد، وهو فيروس معدٍ يصيب بالأساس الخنازير. كانت بداية انتشاره بين العاملين بمزارع الخنازير وبين الأطباء البيطريين والأشخاص المحيطين بهم. تتشابه أعراض H1N1 مع أعراض الإنفلونزا العادية، وهي كالتالي: التهاب في الحلق، حمى وقشعريرة في الجسم، سعال، صداع، تعب وآلام في سائر الجسد، مع احتمال للتقيؤ والإسهال. تبرز مخاطر المرض لدى الأشخاص المسنين والأطفال دون 5 من العمر، والمرضى بضعف المناعة وذوي الأمراض المزمنة بالإضافة للحوامل، وهو مع ذلك يعتبر مرضاً ليس خطيراً، لكنه يتحول في بعض الحالات إلى التهاب رئوي حاد قد يسبب الموت حينها. لذلك من الضروري العمل على الوقاية منه والحد من انتشاره من خلال أخذ الجرعة السنوية من لقاح الإنفلونزا، التزام النظافة الشخصية وغسل اليدين جيداً، طهو اللحم بشكل جيد نظراً لموت الفيروس عند حرارة 70 درجة مئوية، الابتعاد عن التجمعات وعن المرضى، استعمال منديل عند السعال أو العطس، تجنب ملامسة الأشياء المحتمل تواجد الفيروس عليها، الإكثار من شرب السوائل كالمياه والعصائر والشوربة وغيرها، الراحة في المنزل والحفاظ على دفء الجسد. أخيراً، إن الشخص الوحيد المخول بتقدير نوع مرضك وطريقة علاجك المناسبة هو الطبيب، فاحرص على زيارته واستشارته عند ظهور عوارض المرض. مع أمنياتنا لكم بدوام الصحة والسلامة.